تكنوقراط تكنوقراط مش تكنوقراط. حمل همام يقول مؤتمر وطني للإنقاذ. ماش قاعدين نهربوا إلى الأمام كما يقولوا، ولا هذا هو الحل؟ هو المبادرة متاع الجبهة الشعبية والمؤتمر الوطني للإنقاذ هو في الحقيقة من جهة يفتح في اتجاه مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، هي منفتحة في المجال هذا على الحوار الوطني واللي شاركت فيه مختلف الأطراف وتفعيلها في اتجاه ربما التقدم بها إلى أكثر من ذلك. ولكن اللي حسب ما استمعنا إليه أيضا في الندوة الصحفية هو أن هناك أولا الجبهة الشعبية وكأنها رغم معناها أنها تدفع في اتجاه حكومة أزمة ولكنها لا تريد أن تعطي سك على بياض في هذا المجال. ثانيا تعتقد وأنه ما تصرف السلوك السياسي لرئيس الحكومة هو انفرادي ولا يوجد حوار حقيقي حول أولا الأسماء المقترحة وحول البرنامج، لأنه من المؤاخذات التي تم تقديمها هو غياب البرنامج سواء كان برنامج اقتصادي واجتماعي أو كذلك بصورة مستعجلة المتعلق بتركيز الآيات الثلاث وكذلك بفتح التحقيق في علاقة بمقتل شكري بالعيد. ولكن ما نقوله بصورة عامة هو أنه هذه رؤية أخرى، رؤية أخرى لأنه في مقابل تصورات ذهبت في اتجاه إعطاء سك على بياض لحكومة لا يعرف إذا كانت ستكون فعلا حكومة تكنوقراط، لأن التخوفات الكبرى هو كما ذكرهم سفيان منذ قليل وكأنه هناك حكومة سياسية متسترة أو حكومة سياسية حكومة تكنوقراط محصنة بما هو سياسي وكأنها أيضا جسم تقف وراءه يعني زومبي ويقف وراءه معناه من يحركه ويعطيه خطى أخرى في حين أنه هو جسد ميت. هناك إقرار بفشل ولكن في مقابل ذلك ليست هناك تخوفات جدية من أن تكون حكومة التكنوقراط هذه مجرد وضع لربما وزراء من الصف الثاني أو الصف الثالث للأحزاب الحاكمة وإعادة صياغة الحكومة.